energy at another نقطة ثانية اللي هو يقول لك to maintain thermal comfort the dry bulb temperature of air should be increased as its moisture content increase. طبعا هو شو يقول لك؟ يقول لك انه احنا حتى نحصل على الراحة الحرارية لازم نزيد قيمة الدراي بالب، واذا زادت بما معنى الكلام القيمة مال الدراي بالب نفس الوقت لازم يكون نزيد سالفة المحتوى الرطوبي، يعني يزيد سالفة المحتوى الرطوبي للداخل الحيز اللي موجود. طبعا هاي النقطة فولس. ليش؟ يعني انت هسه تجي للسايكومتريك عندك الخطوط العدلة هي للدراي بالب والخطوط المائلة هي للمويستشر كونتنت اللي هو الدبليو المحتوى الرطوبي. اذا انا زيدت قيمة الدراي بالب هل راح يزيد الويت بالب؟ لا. ليش؟ يعني هاي خطوط عمودية صايرة تنتقل من هنا الى اليمين، انا ما دا اصعد لا فوق ولا دا انزل جوا، فما قاعدة تتأثر الويت بالب. فهاي عندك ما لها علاقة بهاي، هاي واحد وهاي واحد، فاذا هاي النقطة فولس، وهو دي يقول لك لازم يعني هذا الشيء هم فولس مو دائما هذا الشيء او هو اصلا ما يصير يعني. فعندك هنا شنو نقطة ثانية to maintain thermal comfort the dry bulb temperature of air should be decreased as air velocity increase. يعني للحصول على الراحة الحرارية لازم نكون نقلل قيمة الدراي بالب ونكون نزيد الفيلوسيتي اللي موجودة، يعني راح نزيد قيمة الفيلوسيتي اللي موجودة بالمكان. هذا الشيء هم يعتبر فولس. ليش؟ لان يعني هسه اني اذا زيدت السرعة مالت الهواء اللي موجود، يعني مثلا هسه اني عندي فد هواء بسرعة 2 بعدين وراها سويت السرعة 4، هنا أنا صح رح يبرد المكان بصورة اكثر، بس هل معناها انه اني اذا قللت قيمة اذا اني زيدت السرعة هل راح تقل دائما قيمة الدراي بالب تمبرتشر؟ لا، هاي مو شرط، قد يجوز انه اني مثلا انطي وياه محتوى رطوبي عادي، يعني ممكن ما راح تكون سرعة الهواء اللي راح ازيدها على اساس زيادة الدراي بالب، مو شرط هذا الشيء. فاذا هاي النقطة تعتبر فولس. زين، النقطة الثالثة to maintain thermal comfort the dry bulb temperature of air should be increased as the temperature of the surrounding surface decreases. اللي هو يقول لك انه حتى نحصل على راحة حرارية قيمة الـ dry bulb temperature لازم تكون تزيد اذا كانت surrounding surface decreases. طبعا هاي النقطة صح. هاي شلون؟ انت من تجي دنيا صبح خلينا نقول وبعدين وراها صارت دنيا ليل، الغرفة شنو اللي يصير بيها؟ أولا درجة حرارة السراوندينج اللي هو حول الغرفة راح يكون يقل. فشون راح يصير عندك الشغلة انه من عندك الدنيا صبح درجة الحرارة عالية برا قد توصل مثلا خلينا نقول 35، فانت شتجي تسوي؟ انت تكون تنطيها درجة حرارة 14 حتى توصلها لدرجة الحرارة اللي انت رايدها. زين، بالليل شي يصير؟ يصير ديسكريز، تقل درجة الحرارة مالت المحيط. فانت شتجي تسوي؟ انت من انطيت الصبح درجة حرارة مال التبريد، يعني انا دا احكي على الهواء مال التبريد بالذات مو الحيز، لا هو التبريد اللي دا اذبه، انا دا انطيه للحيز حتى ابدل درجة حرارة الحيز. فهنا شنو؟ اني لازم اكون انطي قيمة دراي بالب اكبر، يعني اني مثلا خلينا نقول بالليل صارت درجة الحرارة للمنطقة الخارجية هي 27 واني شريدها للحيز اريدها 24، فاني خما راح انطيها درجة حرارة 14 الهواء اضخها للغرفة ادفعها للغرفة 14، هنا الناس راح تتجمد يعني باردة ثلج مو مثل ما الصبح، الصبح حارة فأنا يقدر أعطيها 14. فشي يصير؟ أنا لازم شو أسوي؟ أزيد درجة الحرارة بدل الـ 14 أسويها 18. فهنا هذا الانكريست اللي أنا قاعد أسويه. ليش؟ حتى أنا من أنطي 18 حتى تصير درجة الحرارة يصير موازنة ما بين المنطقة الخارجية للداخلية، فتنزل درجة الحرارة من 27 إلى أن توصل 24 23 وتكون تستقر على هذا الأساس. فإذا هاي النقطة تعتبر true. هاي النقطة عندك اللي هي all of above راح تكون false.